أقول لك أخاف إن طول طول انخلا والعقل عقلص خلا. وش الحكي يا بتحلي؟ أنا بشوفها الحين. يا حليلة حليلة يا زين، شعر الزينة ما شاء الله، ذا شعرت ولا اكستنشن؟ ما شاء الله لا إله إلا الله يا زين الزينة، ما شاء الله الخشم الخشم، تقلت سلة السيف ما شاء الله. فشلتينا فشلتينا. أقول اسكتي اسكتي ما لك دخل، أخاف إنها مسويتن عملية تجميل يطلع الإنتاج واحدة نفطس بعدين، خليني أتأكد. يا حليلة ورا ما تمشين قدامي. أمشي أمشي وين؟ أقول أمشي، تحركي تحركي. حصة اسكتي اسكتي يا بتحلال، يمكن تطلع عرجة وحنا ما ندري، خلنا نشوف. تعالي تعالي. أمشي مرة ثانية ولا خلاص؟ لا حبيبتي بس. أنتي تعرفين تسوقين؟ قصدها معس رخصة؟ إيه أعرف أسوق ومعي رخصة. إيه ما شاء الله. ما شاء الله. كم ذولي؟ وش تبين؟ تبين تعرفين إذا هي جيدة بالحساب؟ يا بنت الحلال خلنا نشوف خلنا نشوف، يمكن تطلع حوله. ولا تتدخلين لا تتدخلين ولد اخوي ولد اخوي ذا. اثنين. كم معدلك بالجامعه؟ معدلي 4.5. هفا 4.5 4.5 من 10 يعني مقبول يعني ضعيف. انا قالت لك البنت فيها بلا فيها بلا. 4.5 من 5 مو من 10. شكلك ما دخلتي جامعه. يا حبيبتي انا جامعتي ودكتوراي من جامعة الحياة مو بجامعتكم ذي اللي مدري ايش تبي. انتي تعرفين تطبخين؟ ايه اعرف اطبخ. قصدها طبخ 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 ونفخ جريش وقرصان ومرقوق مو بسلق بيض. ايه طبخ طبخ. ما شاء الله عليها، البنت جميلة وكل شي فيها طيب. خلاص يا مروضة انتوا اسألوا عن ولدنا وردوا علينا. ايه ان شاء الله على خير. هذا هو عامر يدق. الو. ايه ايه خلاص يلا هذانا طالعين فمان الله. يلا يلا قوم يلا نشوف الساعة على خير. لا 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 البنت ذي ما جهزت لي ابد ولا تصلح لك. انا اقول انها جايزت لي وعجبتني. ابلش الحين ندور غيرها ولا نخطبها. مغروره مغروره وشايفت نفسها ما ادري وش عليه وثقه بزياده بعد. طيب وش فيها؟ الثقه زينه. وهي صادقه الثقه زينه. طيب الاوصاف الثانيه ما علمتوني عليها. قمر قمر يمشي على الارض. لا يهمك كلام عمتك. أقول خل عنك بس لا طاح الفاس على الراس ذيك الساعة بتذكر كلام عمتك، ما تصلح لك ذي. المهم يمه هي وش رايها فيني وانت تشوف الشرعية؟ هم بيسألون عنك وبيردون علينا، بس ها الله الله بالأخلاق الزينة الأيام الجاية. أبشر بعزس. عنك يا عم والله ما تشيل. عامر خير وش الطاري؟ ابد انت بحسبة ابوي واللي تامر فيه انا تحت امرك. ايض الله وجهك وعساك على القوة والله يثبتك بعد. ابشر بعزك ما سوينا شيء يا عم. عاد لا اوصيك اذا احد سأل عن عامر قال وش رايك فيه رجال ما هو برجال. الله الله بالكلام الزين. اها هذا نظامك؟ ايه هذا نظامي. يصير خير. بيض الله وجهك. عنك عنك الجار. عاد لا وصيك اذا حتسال عني الله الله بالكلام الطيب. شرب سعدك على خشمي. صحيح يا مروضه الله يبشرك بالخير. اي اي خلص الحين اقول له الحين. فماله فماله. يا عامر عامر يمه. سمي. تعال تعال. خير خير وش فيه؟ ابشرك ابشرك الجماعه اسالوا عنك. سألوا عني؟ إيه؟ الله يستر. وش النتيجة؟ النتيجة طيبة وافقوا وقالوا الله يحييكم. أكيد؟ إيه؟ أكيد يما ما تمزحين؟
أنا ومستانس حضرتك إنهم سألوا عليك. أقول مالت عليك بس خلك مثل عمتك. عمتك حصة، شوف هذه منفقة الحين، أنا عمري 35 سنة ولا تزوجت الحين. المهم يبون يشوفونك اليوم علشان تشوف البنت وهي تشوفك، والله يتمم لكم على خير. سريع سريع. طيب ما يمديني أروح أحلق وحدد الشرب ولمع وجهي؟ وبعد تبي تروح الحلاق حضراتك وتزين لها؟ يا رجال خليك ثقيل، اثقل اثقل، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. ابشري. وش هي خطتك المستقبليه يا عامر؟ اكون اسره واصير عنصر فعال في المجتمع ويشار الي بالبنان، واكون او لا اكون. ما شاء الله ما شاء الله، حدثني عن طموحاتك. عندي اولويات يا عم، اهلي وزوجتي واهل زوجتي، سعادتي من سعادتهم لانهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. هذه بنت الغالية روضة، وهذا عامر. عاد أنا استأذنكم أجيكم بعد شوي. أنت روضة؟ إيه؟ مع أن المفروض بالجامعة. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، وش ذا الزين وش ذا الجمال ما شاء الله، الله لا يضرس. يا رجال خليك ثقيل، اثقل اثقل، ترى البنات ما يحبون الرجال الخفيف. هل تفضلين الزوج التاجر أم الفقير؟ أفضل التاجر، فكرة وثقافته وتعامله. طيب وش دور الزوج والزوجة بالبيت؟ الزوج هو رأس العائلة، والزوجة الرقبة اللي تحرك الرأس. أبلش، جواب ذكي وغامض وخطير، وأنا ما أحب البنت المغرورة والذكية والغامضة. وش تقصد؟ أقصد أن المقابلة انتهت والشوف الشرعية تمت، وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. بس والله زينة، الجمال مو كل شيء يا عامر، خليك ثقيل زي ما قالت عمتك حصة. السلام عليكم. مع السلامة. انت شايف نفسك وش عليه؟ ليش ما تبيها؟ مغرورة وشايفة نفسها. اها مغرورة وشايفة نفسها، هالكلام هذا انا قلته لامك، بس امك الله يهديها راسها يابس ما تسمع الكلام. اقول اترك الموضوع علي وزهلها بس. معصي، ما بيك تتدخلين بيني وبين ولدي. عاد انا قايل لكم هذه شروطي، اذا ما توفرت ما راح اعرس. من زينك عاد شروطي وشروطي، ومن اللي بيقبل بك انت وشروطك ذي؟ خل واحدة تقبل بك اول. لا يا شيخة، الحين مو بتبوني اتزوج واستر على نفسي؟ خلاص جيبوها على هواي. انت مو قلت تبي واحدة جميلة ومثقفة؟ هذه البنت جميلة ومثقفة. لكن هذه ما طلعت مثقفة، طلعت فيلسوفة وذكية. وانت يا لكمخة تبي واحدة غبية؟ عندما يجتمع الجمال والخيال وكيد النساء في امرأة، تأكد انك في مأزق. مأزق؟ مأزق؟ والله اللي بتاخذك هي اللي في مأزق. بعدين هالجملة ذي مو سارقها انت؟ من المكتبة. قصدي الزوجة الذكية يا عمه تورط زوجها. اي هذا اذا كان ذكاء الرجل الله بالخير. عارف قصدك يا عمه وبمشيها، بس ابيك تدورين لي على زوجة ثانية. اقول يا ابو صالح. سم. ابيك توصي ابو صالح، لا تعرف انت جواد، بس شرطنا في الابشن. في الابشن؟ موتر ولا بنت؟ زوجة العامر، يبيها كاملة الوصاف. كاملة المواصفات هذه لازم تفصل تفصيل. بندور رقع، بس لا تنسى توصي زوجك وبناتك اللي قوة وجودية تعلمنا. وكم الموديل؟ قصدي وش المواصفات؟ جي 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 جي. عجيب والله. طب هو راح فين يا حق؟ ليه؟ هذه حياتكم العزوبية، تابعون مسلسلات ومتسدحين بس. كمان زميله كمان. أي الله عامر، ما شاء الله، وش ذا الزين؟ وش ذا العطورات؟ ما هي العادة؟ لا يا شيخ، الحمد لله كل يوم خطبة ونظرة شرعية، ما نمثلكم. يا عيال يا عيال باركولي.
اخيرا لقيتها. الف مبروك، اهم شيء يكون جيراننا كويسين وكل شيء فيها جديد. ايش دخل الجيران؟ انت مو بتقصد الاستراحه الجديده اللي ندورها؟ لا يا ابوي، انا خلاص لقيت نصفي الثاني. يا ابوي انا كتبت كتابي. يعني صرت مؤلف؟ يا فقي انت ما تفهم؟ خلاص حطلق العزوبيه، انا حتزوج. اها، حط على السعوديه الرياضيه. قول عامر، وش رايك بذا البنت؟ اعتبرها عاديه، ما عجبتني. عسى ما كلمت اهلها. ما عجبتني. اقول يا توم كروز، تعرف من هي ذي؟ من هي؟ هذه كاترينا غزاي، ملكة جمال الكون. اذا هي كاترينا غزال، انا عامر علي وما عجبتني. عامر علي كلاي. اقول انت متى تفهم، انت متى تفهم؟ اذا ملكة جمال العالم هذه ما عجبتك، من اللي بيعجبك انت؟ ناظرت خشتك انت في المراية، ناظرت وجهك انت، انا متأكد انك ما شفت وجهك من زمان. عاد انا ما عجبتني، ودوري لي غيرها. يا ربي ذا الولد ذبحني، وش اسوي بك؟ ها اذبحك اذبحك اذبحك. ابشرك يا ابو عامر، مصالح لقيت الفل، ابشن اللي تبونه. هده تنكت انت، زوجه العامر. من هي بنته؟ وين قالهم؟ بنت ابو خالد هامور العقار. ابو خالد ما غيره؟ ايه ابو خالد راعي العقار، لكن الشرط انشرط، تدفعون عند الرؤية الشرعية عربون، اذا جازت لكم البنت زين على زين، واذا ما جازت يروح عليكم العربون. حاشا، هذه قطعة أرض ما هي زوجة. لقيتها يا أم عامر. بشري عسى لقيتيني شغالة. شغالة؟ كلن على همه سارة وأنا على همي سريت. لقيت العروس اللي مفصلة تفصيل على عامر. ما يجي منك الزين. الزين عندنا والشين حوالينا يا حبيبتي. لقيت العروس اللي مفصلت تفصيل على عامر. كاملتنا الأوصاف وش زينة تقل غزال. زين اللي لقيتكم، اسمعوا. اقول اسمع انت، والله لو انك ما انت ولد اخوي ما اوقف معك، بس ايش اسوي؟ ولد اخوي لازم اوقف معك. بشري، لقيت لك عروس. من هي؟ هيفا، يلا من فضلك، ومالك الا هيفا. الاسم بطل، بس ابي اشوفها. قالوا بيسالون عنك ثم نتشوفها. عادي خلهم يسالون. مبروك مقدما. ماذا يعني لك الورد؟ يذكرني بجمال وعبير زوج المستقبل. من هو مخترع ماكينة الخياطة؟ وش جوك انت؟ ايه هذا زواج مو بلعب عيال، جاوبي سريع سريع يلا. المخترع سنجر، عام 1848 ميلادي. هل تعرفين لغة القمر؟ انا اعرف بس لغة الشمس. اجل انت قوطية؟ ايه نصراوية وافتخر. الحمد لله الذي اظهر ميوله قبل ما يصير خطبة ولا الزواج. يعني انت هلالي؟ ايه هلالي، انا الزعيم الشقردي العالمي، ولو مهرك بريال ما دفعته. وانت لو تدفع مليار ما قبلت فيك يا الطاقية. لا يا شيخة، من زين وجهس كره. مع السلامة. ان شاء الله نرد لك خبر في اقرب فرصة. عامر وين رحت يا عامر؟ سمي عم موجود. تقدر توكل اول الحين وبرد لك خبر. يعني امشي؟ ايه امش رح. مع السلامة. ها بشر وصار؟ ما تصلح. شلون ما تصلح؟ شلون ما تصلح يا اخوي؟ يا اخوي البنت هذه فيها كافة المواصفات، ربة بيت، متعلمة، مثقفة. ايه بشينا. وش بشينا يا روميو؟ من زينك انت وجهك. يعني خلاص مستعد تتزوج انت؟ انا قايل لكم ابي زوجة فل اوبشن. صبون جميل الله المستعان، صبون جميل الله المستعان. طيب ما علينا، تعشيت؟ لا ما تعشيت، شلون اتعشى وانا جالس عند الرجال؟ خلاص اجل، ايش رايك نروح نتعشى عندي في البيت؟ فكرة حلوة، يلا مشينا. يا هلا والله زارتنا البركة، هلا ابو اخوي عامر. هلا. هذه ريما؟ ايه ما شاء الله كبرت. ايه طبعا كبرت، ما شاء الله شوف صارت عروسة بعد. يلا حبيبتي سلمي على عمو عامر، يلا. هلا حبيبتي هلا. ما شاء الله الله يحفظ، ترى كنت بعطيس 5 ريال بس محفظتي بالسيارة. يا قديم الحركات من أيام الحارة دي. حبيبتي يلا عيوني، روحي لماما قولي لها زبطنا الشاي. يلا عيوني يلا بابا. الله لنا يتروك، من عقب السروال الفنيلة والثوب المقطع الحين نظافت وست البس زين وريحتك شامبو. عم وش فيك انت؟ لا تتفضحنا. الحمد لله الحين انا تزوجت والمدام سنعتني، رتبتني، عطرات، حركات وثياب، شوف حتى الشمغمك كويس. الله يخليكم البعض. الوجه هذا مو بغريب علي. أقصد إن المقابلة انتهت،
والشوف الشرعية تمت وبتجيك النتيجة من أمي. صدقت عمتي حصة يوم قالت شايفة نفسها وثقيلة ومغرورة. سبحان الله نصيب. أبشرك يا عامر، لقيت لك زوجة حجازية متعلمة دلوعة ست بيت، تسوي لك منتو فربوزة كاملي سليق. ها إيش قلت؟ كفو، أصبر خلنا أشوف مواعيدي. أقرب موعد الثلاثاء 3 ديسمبر، أوكي؟ يناسبكم؟ ليه وش عندك؟ أبد، عندي شوفات شرعية. انتبه انتبه يا شوكوش، ترى بيفشلك مثل ما فشلني. أنا زوجتي شافت له واحدة فل أوبشن على قولته ورفض. بس يا حبيبي يا عماد، بس يا حبيبي، كلها ساعتين وناخذ أمك من الزواج. بس يا حبيبي يا عماد، قول يا هوا، قول يا هوا. يا الله، الحين نسمي ولدك عماد؟ لا، أمه سمته على خالها. خذ خذ، غير الحفاظة ترى ريحة مخيسة. يلا بس يا حبيبي، يلا يا عماد، يلا. يا عامر، ترى الدعوة ما هي فل أوبشن، أهم شيء التوفيق. الدنيا حظوظ، الله يرزقني مثل ما رزقكم. وش فيك ولا يديك أسبوع ما طلعت من البيت؟ أخوياي كلهم عرسوا وأنا باقي ما تزوجت. لا تجيب طال الزواج عندي، شايف البنات الرياض كلهن، ولا عجيب عنك السلوكي؟ يا أبو عامر ارفق على الولد، الزواج ما هو بيده، الزواج قسمة ونصيب. الزين عندنا وشين حوالينا، لقيتها ومباركين عرسان اثنين ليلة ربيع عيل وقمرة. انتهت عقدتك يا عموري. الله يشغلكم، ايش عندنا مع الزواج؟ لقيت لك المكتب المتخصص بالزواج يجيب لك العروس اللي انت بيها بالمواصفات اللي تبيها. الله يصدقك ويرجك وياها، كم اذف على وجهي. شوي على الولد، الله يهديك. الحقي هذه بعدين في وياه. تعوذ من ابليس يا ابو عامر. الحقيها بعد تذلفي. عجيب والله. حياكم الله يا هلا، اهلا وسهلا. ما شاء الله ما شاء الله، المكتب مرتب وكل ما فيه يفتح النفس. ما قصرت، هذا من ذوقك. شوفوا يا مشاعل، هذا عامر وانا عمته حصه، ما شاء الله على ولدنا كلها ملح وقبله، لفين الرياض كلها ندور له على عروس وما لقيه للحين. بنات الرياض كلها شافن ولا عجبتها ولا واحده، وحنا امدحوا لنا مكتبكم انكم تجيبون ما شاء الله عروسات حلوات مثل الشروات. نبي عروس لولدنا. غريبه ما تزوج الحين مع انه كيوت واخلاقه عاليه. انا الله ما يسلمك يا مشاعل. يا عامر هذا اول زواج لك؟ الاول والاخير. اسمعي يا مشاعل، خلني اعلمك عيوب عامر قبل ما حاسنا. ولدنا ما شاء الله عليه رقيق ورومانسي وحبوب وطيوب ويحب يلعب مع البزارين. اموت في الاطفال انا. يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة وسهر الليل، يا ابو ثلاثة ويا ابو ثلاثة ويا ابو. العب وانت ساكت. وعيبه الثاني انه يحب الاتيكيت، ياكل بالشوكة والسكينة. تدرين حتى الرز والكبسات ياكلها بالشوكة. ما شاء الله. وهي صادقة، يقولون لي كل بيدك، اقول لهم لا معصب. والعيب الثالث يا شوشو اني انسان رومانسي، كل للأسف منسي. خلص من اليوم يا عامر ما رح تصير منسي. وهذا يا مشاعل ملفه فيه كل شروطه وعيوبه وكل شيء تبينه موجود بهالملف. إن شاء الله أسبوع واحد وأتواصل معاكم. مو كثير. ها بشرة وش صار؟ أبشرت مشاعل إن شاء الله ما قصرت، قالت أسبوع وترد لنا خبر. يعني خلاص؟ ايه خلاص، المكتب ذا سمعته في العلالي، ان شاء الله كل اسبوع يردون لنا خبر. كانها بدر ظهر بالعيد الاضحى، الرموش مسطره كلها عساكر. ما يحتاج، انا اللي جيتها صنعوا كلها فلاتر والفلاتر. حياك الله يا اخ عامر، وانا اتشرف بنسبك. الشرف لي يا عم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أستأذنكم. مع السلامة.
واخيرا لقيت كامل المواصفات اللي ابيها. الف مبروك علينا يا شوشو. بعد ما درست ملفك اتضح لي انك ما تناسبني. انا؟ طب ليش؟ لاني ادور على زوج فول اوبشن. اركب بديتك. احنا شباب.